التقى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس جمهورية المجر تماش شويك، وأشاد جبالي بعلاقات الصداقة الراسخة بين مصر والمجر والمترجمة في تعاون ثنائي إيجابي وبنى على كافة الأصعدة والمستويات، مؤكدا إرادة مجلس النواب المصري والجمعية الوطنية المجرية على تعزيز العلاقات البرلمانية بينهما بما يشكل رافدا مهما لتعزيز العلاقات المصرية المجرية.